بسم الله الحمد لله نحمد الله الله كتبنا الفوز اليوم 6 نقاط الحمد لله قطعنا ان شاء الله 50% من مشوار التاهل في البطوله نشكر الشباب يعني وعدونا خير قبل المباراه والحمد لله تفوقنا اليوم بمستوى نتيجه وهذا تكاتفهم طول الاسبوع حضرنا المباراه احترمنا الفريق الخصم اللي قدامنا وقدمنا مباراه ممتازه الحمد لله احترمناهم عطلنا مفاتيح القوة عندهم ولعبنا على نقاط الضعف عندهم والحمد لله أدينا مباراة ممتازة القادم أفضل إن شاء الله هذه 6 نقاط إن شاء الله ونطمح إن شاء الله أن نمشي في المجموعة لسه ما قطعنا إلا 50% لكن إن شاء الله المباراة الجاية نوعد إن شاء الله نحسمها و9 نقاط إن شاء الله نتأهل دور 16 لعبنا المباراة الأولى مع فريق الساحل وفزنا 2-0 وهذه المباراة مع أساس الربيع وفزنا 1-0 المباراة القادمة مع العربي وان شاء الله باذن الله المباراه الجايه يوم الاحد القادم يوم 8 يوم تقريبا يوم 4 الشهر الجاي وان شاء الله باذن الله احنا واعدين الشباب ان احنا نقدم مباراه تليق بمستوى فريق القلعه ادينا مباراتين كويسه وان شاء الله المباراه الجايه باذن الله نتاهل ونوصل ان شاء الله باذن الله دور 16 تكلمنا قبل البطولة ان هدفنا دور 16 وبعدين نعمل دور 16 الان عدينا 50% ان شاء الله المباراتين الجايه نعمل على نهدي والله الاستاذ خالد بازيدان يعني ما قصر كان واقف معانا اصر ان احنا نكون مشاركين في البطوله هذه وراهن على الفريق والحمد لله احنا كنا قد الثقه وقد المسؤوليه وادينا مباراتين ان شاء الله تليق باسم القلعه وبقناة خالد بازيدان ان شاء الله والقادم شباب القلعه اقول لهم كل انا والله ثقتي ما لها حدود فريق القلعه انا دائما اثق في امكانياتهم متى ما كانوا في الموعد انا اعتقد انهم حيمتعوا الناس في الملعب حيدوا الشيء المطلوب منهم وانا اطلب منهم المزيد ان شاء الله ومرتين الجايه ان شاء الله باذن الله بيضوا بالوجه ويدونا 6 نقاط ونتاهل ان شاء الله الاول ب 12 نقطه ان شاء الله.